اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوك تي في، مرحبا بكم معنا في هذا مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء، وبالضبط من سيدي عثمان. جينا عند هاد الناس هادو، هاد الام هادي اللي ام ما صابراش على بنيتها ضحى. ضحى عندها 15 عام اللي خرجت من الدار، دابا غادة في 9 ايام، ما عرفوهاش فين مشات، ما عرفوهاش شنو واقع عليها. نشوفوا الام اللي غتعاود لينا على ضحى واشنو واقع لها. هاك يا اختي، شتي عندك هذه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ام ضحى؟ نعم انا امها. ضحى شحال عندها من عام؟ عندها 15 عام. كتقرا؟ كانت تقرا وجلسات. شنو علاش جلسات؟ ما بغاتش تقرا، معينه معاها وداكشي ما بغاتش تقرا، قالت لك انا القرايه ما داخلش ليا الراس. واخدة حريتها معاكم؟ واخد. ما مزيرينها؟ ما مزيراها ما حتى شي حاجه. قولي لنا على ضحى، كي دايره معاكم؟ بخير، يعني عايشه معايا في الدار بخير، يعني ما خاصها حتى شي حاجه. هي اللي مقابله خوتها؟ هي اللي مقابله خوتها، انا خدامه مقابله خوتها. وشنو وقع لها؟ ما عرفتش، يعني هذاك الخميس جيت مع الغدا تغديت معاهم عادي وداكشي، ومشيت جيت في العشيه ما لقيتهاش. نتحب انا غير خارجه ولا شي حاجه، نتسنى فيها صافي. صلاه تسعود الليل ما بقاتش جات. مقابله خوتها الصغار اللي عندي في الدار، يعني تخرج وتدخل عادي، يعني ما عندنا معاها حتى شي مشكل في الدار. عندها شي تليفون؟ ما عندهاش تليفون، عندها غير التليفون ديالي اللي تتشد، ما عندهاش كاع التليفون. عندها شي صحابات؟ ما عندهاش صحابات. سولتي؟ قلبتي؟ سولت قلبت ما خليت في وشنو وقع لها؟ ما عرفتش شنو وقع لها. ضحى ما مريضه؟ ما مريضه ما حتى شي حاجه، ما مريضاش، ما عندها زعما ما تعاني حتى من شي مرض لا والو. ما عمرها شكت لك من الاب ديالها كيعنفها كيضربها؟ لا لا ما عمرها. ولا هي ما عاجباهاش العيشه معاكم ولا شي حاجه؟ لا ما عمرها تشكات معايا بحال هادشي. يعني كتشوفها عادية؟ عادية. لا عادية معانا، ما عندها زعما شي مشكل من هادشي ولا هادا، عادية. واخا نهار الخميس شنو وقع؟ نهار الخميس جيت مع الوقيته ديال الغدا، لقيتها طيبة الغدا، يعني تتشقى في الدار الشقا ديالها. صافي هضرت معايا قالت لي ماما تجي تي في العشيه وردي العشاء، هادشي اللي هضرت معاه فيه. قلت لها صافي سير. صافي خوها الصغار اللي معاه قال لي ماما راه صلات ثلاثه، كانت تتفرج معاهم، من صلات ثلاثه خرجات وعاودت جات مع سته. مع ديك الوقيته اللي جاتها عارفه خوها تمشيو للسوار، هي اللي تتديهم. قالت لهم خليو لي السوارس انا راه غادي نرجع. هبطت مع خوتها مشاو نجيت المدرسة ديالهم، وهي مشات عبطات على العمالة. صافي من تما ما بقيتش. جيت انا من الخدمة مع 6:30، جيت كيف خليت الدار كيف لقيتها، كيف خليتها لقيتها. عرفتي شي حاجة مشيت؟ عرفت شي حاجة ما كاينش. ماما فاش تخلي لي الدار هكاك؟ ماما فاش شد. صافي خرجات. صافي تسنيتها واحد نص ساعة وصلوا الوقيتة ديال خوها اللي غنجيب فيهم السوي، مشيت لعند خوها. جيتهم قلت لهم واش مشوش ضحى؟ هما يقولوا لي ماما راه تفرجت معنا، خرجت مع الثلاثه وجات مع سته. قال لي راه ما مشاتش معنا للسويح، راه من تماني خرج عطات مشات من جهه العمام. بقيتو كتقلبوا؟ صافي من ديك الساعه، صافي انا من ديك الساعه عرفت شي حاجه واقع. صافي بقيت تنقلب ما لقيتهاش. مشيت للكوميساريه، وصلت 11 ديال الليل مشيت للكوميساريه، قالوا لي خاصها تكمل 24 ساعه. تكمل 24 ساعة. تسنيت ثاني بقيت نقلب في هذاك الليل، ما خليتش ما قلبت كاع البلايص اللي غنعرفها فيهم، ما لقيتهاش. صافي الغد مشيت ثاني تي درت لها شي كاين. صافي خداو التصاور داكشي، تيقولوا لي راه كاينه في الحبوس، تمشي للحبوس، الجاطه ديال الحبوس درب السلطان، تيقولوا لي تتعمر، كاينه هنا في درب السلطان تتعمر. ما خليت والو، تنوري التصاور تيقولوا لي راه كاينه هنا كاينه هنا. مشيت للمحطه، المحطه راه يوميا تنمشي لها، يوميا تنمشي للمحطه والو تيقولوا لي اجي راه شنا هنا يومين، شنا نهار، شنا هادي والو. من بعد كاين اللي كتشابه ليا كيقول لك كتبقاي تقلب. تنبقى نقلب العائله؟ اي واحد قال لي شي حاجه بلاصه اللي قال لي تنمشي لها. درتي عند العائله؟ العائله حتى واحد ما عنده.
العائلة تبقى ولا من عائلتنا حنايا، واي واحد كان سعد العائله غيعيط ليا ويقول لي راه 9 ايام ما فيهم حتى خبر. من نهار الخميس ما عمرني شتا وما عندي حتى شي خبر عليها. كيفاش كتجيكم دابا تنسى في الدار بلا ما تبوش ناس؟ ما تنجلسوش، ما تنعسش وما تنشوفوش، ما تنعس لا بليله ولا بنهار. انا فاش عيطت لكم دابا انا خارجه مع صفات الصباح صح حنا تنقلبوا عليها. كنتي كتوقع انك يجي واحد ما عمرني توقعت غدي ليا، ما عمرني توقعت بنتي غادي تخرج. ما كانتش على بالها كاع الخروج، ما كانتش على بالها كاع حوايجها البياسه ديك الاخرى ما مخرجهاش معاها. كل شي حوايجها كاينين في الدار. ملي كتكون تنعس بالليل كتبقى جدوح. ما تناش، اصلا انا ما تناش نهائيا. حتى الناس شنقة سهرانة، واخا تكي راه تتبان لك، واخا تكي راه اش داروا ليها ولا فين كاينة ولا فين ناعسة ولا فين هادي، ما عرفتش. الحياة بلا ضحى شي حياة حلوة، ما يمكنش ليا نعيش بلا بنتي، وبنتي وحدة اللي عندي وسط أخواتها، ما يمكنش ليا نعيش بلا بها، ومعمر عليا الدار، هي عندي بنتي وحدة هي بنتي هي كلشي، حتى بالنسبه لخوتها هي اللي مقابلاهم ليا وهي اللي كلشي، هي مقابله كلشي، هي اللي مقابله حتى في الدار تنعيطو عا ضوحة، حتى في الدار كاينه عا ضوحة، هي اللي كاين، هي اللي مقابله ليا الدار وهي اللي كلشي. شنو تبغي تقولي لها كانت كتشوفك ضوحة؟ إلا كانت تتشوفها هي تنقول لها عرجع يا بنتي، عطيها شي تنقول لها غير رجعي، يكون عندك المشكل كيف ما يكون، غير رجع لداركم وما تخافي من حتى شي حاجة، ما كاينش اللي غيهضر معاك ولا اللي يقرب لك، غير جي رجع لداركم، أولا عندك شي مشكل ولا شي حاجة، غير جي حنا نعرفوا هاد المشكل شنو هو اللي عندك فيه. بغيتي شي حاجة، بغيتي تقراي شي حاجة راه نعاونوك فيها. اللي بغاتها نديروها معاها، اللي بغاتها، وهي راه عارفة حنا ما مخسرين لا من حتى شي حاجة ما مخسرين لا فيها. كما شفتوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في، الام ديالها راه دموعها نشفوا بكثره البكا. بالنسبه للضحى راه قاصر، واي واحد شاد ضحى راه العقوبه ديالو راه صعيبه، انك تشد الدريه قاصر وتشدها عندك راه صعيب بزاف، راه غتولي متابعينك هاد الناس، والقانون ما كيحميش بحال هاد الناس اللي كيشدوا القاصرين عندهم. اللي عنده ضحى يصيفطها لوالديها، اللي شاد ضحى راك كتخربق، صيفط السيده لعند والديها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. فين تقابلت يا جبت؟ ما كان عشا بنتي، ما كان عشا بنتي، أنا باك يا بنتي، أنا باك، أنتي كندخل من تمار والخدمة كتقول لها بابا كي بخيتي، كي داير مع تمار بابا، وخا حتى شي واحد كيقول لها شي حاجة بنتي، أش خصك شي حاجة؟ أي حاجة قلتها كتجيبها بنتي، أنا بنتي ما كان عشا الله يخبرك من عندي عملية واحدة اللي عطاني الله. ما تمشيش ليا بين يديا، ما بغيتش تخرج ليا من داري، أنا كنعس وما يا بنتي ما نعسش بيا في الدار، كتبالي الدار بحال الظلمانة، ما كتبالي الدار هي الظلمانة، بغيت بنتي أنا تبالي، الله يرحم لكم الوالدين، اللي عنده شاد الدرية يطلقها، الله يرحم لكم الوالدين، الله يطولكم عمركم، اللي عنده الدرية قصيرة، راه باقا صغير يطلقها، راه كاين المخزن، راه كاين المخزن، اللي عنده بنية خرج، الله يرحم لكم الوالدين، كواد يحس اللي يحس بوالدي. انا يعني مكروه من جيت بنتي، الله يجازيكم بخير، مكروه من جيت بنتي، عندي بنيه واحد وعزيزه عليا، كندير لها خاطرها جا بنتي، ما تخافي حتى شي حاجه، اللي بغيت نديرها كبنتي نديرها كبنتي، اجي نتفاهموا ما تخافي حتى شي حاجه بنتي، الغلط كيوقع، كيوقعوا المشاكل بين العائله، بنتك ما تخرجيش، تخلي خوتك كيبكيو فينا ختنا دوحة، شكون كيغطيهم؟ ماماك تا مسكينه كتقطعها كتمرض، شكون كيعطيها الشريمه؟ انتي اللي عندنا بنتي، الله يرضي عليك، انتي اللي عندنا بنتي، ما يغركش الشيطان بنتي، يغرك من عند ما يغرك الناس خايبين بنتي، ما يغركش داركم هنا الدوم لك يا بنتي، رجعي لمحلكم رجعي لداركم بنتي، الله يرضي عليك، ان شاء الله بنتي نديروك السونتر، ندير لك اللي بغيتي، ديري ارتاحيتي فيه نديروها لك، الله يرضي عليك يا بنتي، ما تخافيش،
ما كنعش هاد المتابت والله ما كنعش تاع الصباح بنتي. ولات نعس معاكم ما خرجتي لا من جناوها بنتي خرجتي لا من جنبي ما. ما كناكل ما كنشرب ما والو كنمشي للخدمه ما كتطيحش لي الخدمه كيقول لي الناس ها هي انا ما خليت مدينه ما خليت الحبوس ما خليت مشيت للولفه مشيت للحي الحسني. حتى الخدمه ما كنخدمش ما بغيتش كنمشي للخدمه. يلا كنمشي ساعة ساعتين أنا ما بغى نولف بالله أنا باع منتوج مرة في قرايع مرة فين ما كنبيع عندها كندورها بالبياس أنا بعد كنجمع داك السيف ساكادو ديالي كندور كدبا لي شي واحد كتشبه أنا كنتبعها كنسحب واش بنتي ولا ولات كيقول لي ما كتشوف فيا أنا بنتي رجع لي داركم ما بنتي رجع لي يا بنتي رجع يا بنتي اللي عندو بنتي اللي عندو بنتي يطلع اللي غراه ودار شي حاجة ما خاص حتى شي حاجة في محالهم أما مالها فيها با مالها فيها خوالها خوتها كلها مالين فيها بنتي تبان لي الله يرحم لكم الوالدين ارحم الوالدين شكرا الله كيما شتي هادو حاشو في الاب ديالك الام ديالك راه ما صابرينش الا عندك شي مشكل جي راه يتفك اي حاجه الحمد لله نفكوها بيناتنا ما كاين حتى مشكل بغيتي شي حاجه راه غادي يقضيوها لك والديك راه ما خصك راه ما تخافي من حتى شي حاجه بالنسبه لاي واحد الا كان شاد الضحى راه صعيب هذا الشيء راه الناس غيتابعوك اختي عطيني النمره ديالك الله يحفظك قولي لي النمره ديالك النمره اللي غتحطي 06 07 06 07 07 11 46 46 91 91 44 44 عاوديها 07 11 46 91 44 شنو تبغي تقولي للناس اللي غيقلبوا لك على ضحى؟ تنقول لهم الله يرحم الوالدين اللي بانت ليهم ولا اللي شافوها راه النمره كاينه تما نتا يعيطوا ليا ونمشي نمشي قربي على التصويره مشاهدي قناة شوف تي في هاهي الصورة ديال ضحى اللي شافها الله يجازيكم بخير عيط الأم ديالها شكرا لكم مشاهدي قناة شوف تي في إلى حين باشر آخر إن شاء الله.